بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا وإخلاصا في الدين. وبعد، أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، نبتدئ من الأسئلة التي ترد من الفيسبوك ثم ننتقل لاتصالاتكم. السؤال عم يقول: أنا بنت عمري 19، أمي كتير بتعاملني بطريقة سيئة، يعني شتائم وبهادل كتير ودعوات، وآخر شيء بموقف أقل من عادي قالت لي الله يغضب عليكي وبتدعي علي إني موت. سؤال هو إنه أنا ما بقى أقدر أعيش بالحالة، صار صعب حتى الكلام معها، بيصير علي ذنب أو بدخل جنة أو ما بدخل جنة علما اني برضي ابي. هلا انت بدك تبقي ترضي امك مهما فعلت ومهما صدر منها من اقوال، بدك تبقي تحت رضاها. هلا الله بياخذك ما بياخذك اذا انت مالك مقصره. هلا الدعوه لا تصيب الولد اذا لم يكن مقصرا، لكن ما بده يخليك هالشي تتراجعي عما انت عليه من البر وان تكوني تحت رضاها. هل يجوز مسح خلف الرأس عند الوضوء كي لا يتضرر مظهر الشعر؟ هل التخلف عن السنة والمذاهب في هذه الحالة يبطل الوضوء؟ يعني هلأ لو المذهب الشافعي ضمن دائرة الرأس، المذهب الحنفي ضمن دائرة الرأس، فالمذهب الشافعي لو واحد مسح يعني خلف رأسه ضمن دائرة الرأس ما في أي إشكال، يعني وضوءه صحيح. جوزي مطلقني طلقتين وحالف علي يمينين طلاق ويمين اني ما اطلع برا البيت الا باذنه، هل يمينات الها حل؟ هلا بدنا نشوف اثنين، يعني شو الالفاظ اللي قالها. بدي انا اني اربعة، هدول اثنين واقعين وفي اثنين محلوفين، كل مرة شو اللفظ لأقدر انا احكم. قدمت لخطبة فتاة واكتشفت انه هن من اتباع الجماعة الأحمدية، فممكن توضيح لموضوع الأحمدية؟ ما أنا ما عندي فكرة عن هذا الموضوع، يا ريت أنت توضح لي شو هي الفكرة حتى أنا بيّن لك الحكم. الذهب العلامة يعني بيلبسها العريس لعروسته، من حق مين إذا بدهم يتطلقوا أو إذا تصرف فيها الزوج؟ الذهب إذا كان أهدي للفتاة بعد العقد وفي عقد شيخ يعني أو في عقد محكمة بعد العقد، هذا الذهب هو للزوجة في حالة الطلاق، يعني يمنع من الرجوع في الهبة الزواج. فطالما في عقد وصار في فسخ لهذا العقد، الذهب يبقى للزوجة. هذا إذا الزوج هو اللي بده يترك، إذا الزوج هو اللي بده يترك، أما إذا الزوجة هي اللي بدها تترك بحق له يطالبها بهذا الذهب. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، نذهب إلى فاصل ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، عدنا لاتصالاتكم. مع اتصال. ألو. السلام عليكم شيخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز للفتاة أن تقرأ الحجاب بدون أن تقرأ القرآن بدون حجاب؟ هلا من حيث الجواز يجوز، ولكنه ليس من الأدب مع الله. يعني هلا نحن بدنا نقرأ كلام الله، بده آداب، من هالآداب إنه يكون في حجاب، يكون قعدتنا راكزة، يكون متوجهين للقبلة، نكون هندامنا راكز، هذا كله من الآداب لتلاوة الكتاب. ناخذ اتصال. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله جمعا مباركي. الله يبارك فيك يا حبيبي، أهلا وسهلا. سيدنا، أنا عندي سؤالين على السؤال الفتاة الأولى، أنه حقوق الوالدين يعني بهالبحر. نعم. تمام. هلا أنا والدتي مرة كبيرة بالعمر. تمام. مريضة ضغط، عندها شريان مغلق، يعني قلبها تعبان، عندها زيارة دورية لدكتور القلبية كل 6 شهور. فهو كل مرة بيقول لها إنه العلاج هو المشي كل يوم نص ساعة، وصاني أنا، قال لي إنه دير بالي عليها ومشيها، بس هي ما بترد لا علي ولا عليه، ما عم تمشي. فيعني أنا ابنها الوحيد هلا حاليا، ما حدا بيحسن، يعني أكتر شي بتشوفني، فمشان خليها تمشي بقلب البيت بتقلي مثلا جيب لي كاسة مي،
احيانا بجيب لها احيانا لا، بروح مثلا بجيبها بحطها يعني بعيدة عليها شي مترين تقريبا، وبخبي لها موبايلها، بخبي لها اغراضها مشان يعني تصير تفتل بقلب البيت انه تتحرك شوي، ما تضل قاعدة. فبس يعني بساوي لها اغراض البيت، انا بساوي لها انه مثلا بدها شي بساوي لها، اذا بدها تروح مشوار قريب مثلا بخبي لها مفاتيح السيارة مشان تروح مشي، احيانا بفضيها بفضي السيارة من البنزين بقول لها تعي نتمشى نغير جو. بس هي بتصير تدعي علي، تغضب علي، تقول لي اني عاق وما بسمع كلمتها، وانا كل هالشيء عم اعمله مشانها يعني، انه ما جربت اكثر من طريقه ما نجحت معي. هلا هي غلا هي. هلا السؤال الثاني عن خالتي، هي انا ما عندي غير خاله وحده ساكنه بالقامشلو، فمن باب صله الرحم بحب انه حاكيها واطمن عليها، بس انه لما اتصل فيها بتفصل بوشي، برد بتصل، بترد بتفصل، ضل شي 10 مرات على الحالة، آخر شي بترد بتبهدلني بتقلي لا بدي حاكيك ولا بدي اسمع صوتك، انه ليش يعني عم تتصل ما يعني ما في بيناتنا شي لخنا او لا شي، دائما بتحضر ارقامي، برد بجيب ارقام جديدة حتى اتواصل معه، وهي بترد على الرقم لانه غريب، بتسمع صوتي بتسكر بوشي، وهي يعني بتسمعك دائما، بتسمع برنامجك على طول، فيا ريت انه توجه لها نصيحة. هلا انا اول شي بالنسبة لوالدتك والطريقة اللي انت حكيتها، النبي عليه الصلاة والسلام اختصر الموضوع فقال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، طالما الطبيب يلزمها بذلك حفاظا على صحتها، وأنت عم تعمل الطريقة حفاظا على صحتها، يعني هذا نوع من البر. هذا الكلام إن شاء الله ما بيأثر، وهذا الغضب ما بينالك، بس أنت خليك مع أمك على طول، وحاول تسعدها قد ما استطعت، واللي عم تعمله هو صحيح مو غلط. وبالنسبة لخالتك الله يصلحها ويهديها، دائما خيرهما من يبدأ صاحبه السلام، فالسلام سنة بس الرد فرض، يعني إذا واحد قال للتاني السلام عليكم سنة، تاني إذا ما قال له عليكم السلام يأثم، ليش؟ لأنه رد السلام فرض، وإفشاء السلام هو من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فلا بيا الأيام الفضيلة، لحنا مقبلين على شهر مبارك، ولحنا في أيام مباركة، ولحنا مقدمين على ليلة النصف من شعبان يغفر الله فيها للناس جميعا إلا لمشرك أو مشاحن، فيعني هذا كله بده يقول إنه بدنا نصفي قلوبنا لحتى الله يغفر لنا، بدنا نصفي نياتنا، بدنا نصالح من أساء إلينا، نعفو عنه، كل هذه الأمور إذا ما فعلنا كيف بدنا ننال فضيلة هذه الليلة المباركة، والله يصلح الجميع. ناخذ اتصال. ألو ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يخليك يا ربي، نهارك مبارك. أهلا وسهلا ومرحبا يا ميت. هلا الله يكرمك. أنا توفى صهري من كم يوم، الله يبعد عنكم الأسى. إعادة عندي أنا ابن عم أخي بالرضاعة، تمام، بس بجوز يبين على التيبين عليه أختي. هلا اللي توفى مين؟ صهري جوز أختي. صهرك جوز أختك. نعم. واللي إجا لعندك مين؟ ابن عمي أخي بالرضاعة، بجوز يعني أخوك بالرضاعة. تمام. واختك ما لها رضعه؟ انت رضعان من امه ولا هو رضعان من امك؟ هو رضعان من امي. اذا هو رضعان من امك، كل اولاد امك اخواته بما فيهم. تمام. اختك يعني هي. تمام. لو هي بالعده هو اخوها ما في مشكله. تمام. طيب سؤال تاني، عندي ابني نادر خاروفين على ولاده مرته ان شاء الله، ثلاث كم يوم ان شاء الله، بجوز يوزع بدل ما يضع خاروفين يوزع معونات بشهر رمضان؟ هو نادر؟ ايه لا، حصرا بده يلتزم بالنذر مثل ما خارف. نذر. تمام شكرا لك. على راسي، اهلا وسهلا ومرحبا. ناخذ اتصال. الو 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 الو، اهلا وسهلا. السلام الله عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شلونك شيخ؟ ان شاء الله مبسوط. ميت اهلا وسهلا ومرحبا. اهلا بك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا ريت تنوص تلفزيون تسمعونا من السماعه. شيخ اللي بيسالك سؤال الله يوفقك. تفضل. يا ريت تنوص تلفزيون تسمعونا من السماعه. نعم.
شيخي بدي اسالك سؤال الله يجبر خاطرك. تفضل. شيخ الصبح عم نصلي الصبح الحمد لله، والضحى ما في اي تشرد، بس بالظهر وما تبقى العصر عم نشرب بالصلاه، بس ما عم نخربط صلاتنا. وفي زوجتي عم تصلي على القاعد. نعم. لانه مريضه ما بتحسن توقف يعني. ايه شيخنا الله يوفقك، بركي تدعينا شوية. لا لا ما مريضة شيخ، بس ما حاس سكري. يعني ما بتقدر توقف؟ لا وقفتها شوي صعبة. تمام. ركبها بيجعوها. تمام. هلأ بالنسبة للشروط في الصلاة، الإنسان بده يحاول يذهب ما يشغل ذهنه، يعني كل شيء ممكن يشوش عليك في الصلاة قبل الصلاة بتحاول انك تزيله، يعني جوال تطفيه، تحطه على الطيران بحيث حتى رج ما يرج، رن ما يرج، حتى ما الشيطان إلا كاد تليفون ضروري رد، أبصر مين اتصل، ممكن فلان، حتى ما تشوش. لا تقعد بمكان في ناس قاعدين عم يحكوا، لا تقعد أمام تلفزيون شغال، حاول يعني تزيل كل المشاغل قبل أن تدخل في الصلاة. الشيء الثاني تحاول انه تحصر ذهنك انه تكون يعني خاشع، فاذا غلبك هذه الاشغال او هذا التشويش ان شاء الله الله سبحانه وتعالى ما بياخذنا على هذا الذي يحصل معنا في الصلاة اذا غلبنا. الشيء الثاني انسان بيصلي قائم، اذا عجز عن القيام بيصلي على القاعد وصلاته صحيحة، والله يتقبل من الجميع، والله هيك يعافينا ويعافيكم جميعا. ناخذ اتصال. الو 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 اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخي سؤالي انا من شقين، الاول هو عن اولاد المحروم. الان في القانون اولاد الاب المتوفي بيورثوا اجدادهم، هل ميراث هذا شرعي ولا لا؟ هذا أول شق. نعم. الشق الثاني، هل صحيح أنه في القانون بنات البنت المتوفية، يعني إذا الأم توفت بناتها من الإناث ما بيورثوا أجدادهم؟ يعني الجد ما بيورث بنت بنته هيك أصدار؟ أيوة، يعني بنت البنت ما بتورث جدها. تمام. هلأ هذا كان يعني هذا ما عليه الجماهير، ما عليه الجماهير، لكن قانون الأحوال الشخصية الجديد أخذ بمن يقول بالوصية الواجبة. هذا هو يقول خارج المذاهب الأربعة، لكن أقر قانون الأحوال الشخصية وعمل به، فيعمل به بناء على أخذ القانون به. ابن الابن وابن البنت بيرثوا من أجدادهم، طبعا هذا مثل ما قلت هو الوصية الواجبة التي عمل بها القانون في تعديلاته الجديدة. ناخذ اتصال. الو الو السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبارك ان شاء الله. الله يبارك فيكم. شيخنا انا بدي اسال سؤالي، بس يا ريت بعد ما سكر تجاوبني. طيب. انا حكيت معك الجمعة الماضية بس انقطع الخط. شيخنا جوزي دائما بأي شيء بيحلف بيقول عليه الطلاق انه هيك، عليه الطلاق انه هيك، وبيقول انه لا هذا الشيء اللي حلف عليه هو مزبوط، وانا ايام بحس انه في يمينات مو مزبوطة، فما بيعترف هو انه هيك، فما بعرف انا كيف، انه يعني بخايفة انه رب العالمين يكون وقع الطلاق ونحن عايشين مع بعض، فما بعرف كيف ممكن التصرف. هذا اول سؤال. السؤال الثاني شيخنا، هل تحددت انه اذا واحد بده يفطر برمضان كيف قد ايه بده يطعم المسكين؟ طيب. وجزاك الخير. على راسي، أهلا وسهلا. هلأ لفظ علي الطلاق هكذا يعني في أقوال ضعيفة اعتبرته يمين وليس بطلاق، ونحن عم نفتي فيه حتى نخفف حالات الطلاق الأسرية ونخفف من هالتفكيك المجتمعي اللي موجود، ونحاول يعني نجمع وما نفرق. فعلى هذا القول هو ضعيف، طبعا هو يمين وليس بطلاق. بالنسبة للتحديد المقادير الزكوات والكفارات وإلى آخره،
شاء الله الأسبوع القادم بركي بيكون المجلس الفقهي اجتمع وأخرج هذه المقادير وبينها، وإن شاء الله هيك بتظهر يعني في الأسبوع القادم أو بداية الأسبوع الذي بعده بتكون موجودة وبتبين للناس الأحكام إن شاء الله. ناخذ اتصال. ألو. ألو. ألو، أهلا وسهلا. مرحبا دكتور، كيفك؟ يسعد صباحك. صباح الأنوار، أهلا وسهلا. الله يسلمك. بدي أسألك دكتور سؤالين. أول سؤال موضوع الزكاة، خص الزكاة يعني. نعم. هلأ قيمة الزكاة على كل مليون 25,000؟ صحيح. السؤال الثاني، القيمة المالية مثلا بتكون بدقة محسوبة ولا مثلا بتكون مثلا كل مثلا، يعني سؤالي هو انه القيمة بالكامل بتندفع عن رأس المال او اذا نقصت شوي ما في مشكلة؟ لا، لازم بدقة ومحسوبة بالشعرة يعني، وبدها تنتفع. نعم. بشكل كامل، لأنه هذا حق، هذا حق كامل. الله لك. نعم. يعني أنت هلأ معك شريك هو الله سبحانه وتعالى، له 2.5%، فبدك تحسبهم بدقة. أنه لا تكون بدقة يعني محسوبة، بدقة ومنكترون شوي مو منقللون يعني. نعم. بدال 2.5 إذا دفعناهم 3 وأكثر معلش. تمام. والسؤال، بس سؤال تاني بعد إذنك. تفضل. هلا بالنسبه للزكاه فقط عن الذهب وعن المصاد، ما هي بالنسبه للزكاه عن شو؟ عن الذهب، ذهب ومصاري فقط. اي تمام. بيت سياره؟ لا، بيت سياره اذا مو للتجاره، اما اذا هو تاجر سيارات بيطلع لي. لا لا، تاجر عقارات. سياره مرغوب للبيت شخصي يعني، سياره للبيت، البيت نفسه للسكن، كل هذا. نعم. ما بيطلع لي زكاه. تدفع الزكاة عن الذهب وعن الذهب والنقد السيولة. شكرا كثير يا دكتور. عن البضاعة إذا كان عنده بضاعة عروض تجارة، إذا هو عنده معمل وبضاعة وبيبيع وبيشتري، أو محل عنده بضايع، كمان بتتقيم البضاعة بالنقد وبيندفع عليها. ناخذ اتصال. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك يا رب. شيخي بدي أسألك سؤالين، بس السؤالين زكاتك تجاوبني عليهم بعد ما سكر. طيب تفضل. تمام. السؤال الأول، أنا متجوزة وعندي ولد عمره 9 سنين، ضل ينق على جوزي أنه بده حيوان يربيه، العفو منك، أنه بالبيت جنب البيت، أنه قطة، كلب، أي شيء يعني. أنا ما كنت رايدة هذا الموضوع، حتى جوزي جاب له كلب صغير، أنا عندي فسحة هيك جنب البيت يعني برا، أنه ما فات لعندي على البيت وربه، أنه أنا ضليت أنه ما بدي إياه يعني، أنه يوسخ لي، قرب لي على الغسيل، عفو منك، روايح، ضليت أنا على جوزي ياخده تقريبا في 10 شهور. بعدين بيوم جمعة، كان يوم جمعة، قلت له وحياة يوم هالجمعة إذا هالكلب بيضل أنا تارك البيت وماشية، ما بقى أتحمل، أنه كتير شيخ اتضايقت مثل ما قلت لك، قرب لي على الغسيل وكتير كتير جنني. آخر شيء حملت حالي أنا ولبست أنه بدي أطلع، أنه عطيته يومين، كان يوم جمعة، قلت له وحياة يوم هالجمعة معك يومين، إذا ما بتلاقي حل لهالكلب أنا راح عند أهلي. إجا بعد يومين ما شالوا للكلب، لبست أنا وصرت بدي روح عند أهلي، كبرتها يعني. هون بقى معد أنه جوزي أخذوا للكلب. آخر شيء قال لي أنا أخذته، بس خطيته إذا بيصير له شيء برقبتك، لأنه نحن نحرب ربينا، كان عمره شيء يومين، قال لي إذا بيصير له شيء خطيته برقبتك. أنا هون عذبني ضميري كتير وضعفت وصرت أبكي وكتير كتير، إنه ما بدي تكون خطيته برقبتي. قال لي هلأ بيندعس، ما في حدا يطعمي، أعد إنه يحنني يعني. أنا هون كتير ضعفت وتضايقت، ضليت شيخي رحت شي 5-6 مرات أنا على المكان اللي كبه فيه، إنه بس بدي دور عليه لاقيه عطيه لحدا، ما كنت لاقيه يعني. إنه أنا سؤالي علي شي ذنب هون؟ وإنه إذا علي ذنب إنه شو كيف ممكن كفر عن ذنبي؟ أنا ما بدي إنه تتعلق خطيته برقبتي. هلا ان شاء الله ما عليك ذنب باذن الله تعالى، لانه هاي الحيوانات الاصل انه لا تكون في البيوت، يعني هي طبيعه معيشتها وحياتها ان تكون في الخلاء، في الفلوات، في الكذا، فبيعيش الكلب وبيتحسن وبياخذ راحته اكثر من البيت عندك، وان شاء الله ما بينأذى، وباذن الله لا اثم عليك. ناخذ اتصال. الو. الو. اهلا وسهلا. مرحبا شيخ. يا هلا، اهلا وسهلا. شيخ بدي اسالك، انا كنت برمضان في علي 10 ايام صيام، وبعدها اجى الحمل فاضطريت اني ما صومون، ومضى رمضان عليها، فيجب علي الكفاره ولا لا؟ هلا صمتن انا.
هلا عند الحنفي ما بدها كفاره، فقط صيام. فقط صيام. نعم. وكمان برمضان فطرته كله بما اني كنت نفاس. نعم. وبعد اجاني هلا حاله الرضاعه وكمان انه بعرف انه ما لازم ادفع بما اني الرضاعه، فقصرت شوي ما صمته. هلا بتصومي بعد رمضان هذا الجاي وكمان قضاء فقط عند الحنفيه. ناخذ اتصال. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بدي أسألك سؤال شيخنا. ايه تفضلي. مشان التركة انه هلأ بالقانون البنت عم ترك مثل الصبي، مثل الصبي، هل هذا امر شرعي ولا نرجع للذكر مثل حظ الانثيين؟ لا مو شرعي، للذكر مثل حظ الانثيين، ما في عنا شيء مثل الصبي. هذا نص قرآني لا يقبل التبديل ولا التغيير، للذكر مثل حظ الانثيين. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، نذهب إلى فاصل ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، عدنا لاتصالاتكم. مع اتصال. ألو. السلام عليكم. يعافيك شيخ. وعليكم السلام. الله يعافيك. يا هلا. بدي أسألك إنه هلأ صار في ثلاث حالات طلاق معي، إنه لفظ أنت طالق وبثلاث فترات مختلفين. نعم. وفي مرتين يعني كان في حالة غضب شديد وفي كان في حال حيض. نعم. هلا بالمذاهب الأربعة ما بترجعي له، يعني الحالة اللي ذكرتيها يعني انتهت الفرص الممنوحة للزوج، لأنه الطلاق مرتان، هدول يعني بعده ربنا قال فإمساكم بمعروف أو تسريحهم بإحسان، فهو اختار التسريح فهو طلاق. لا. هلا هو عم يدور على الشيوخ وحولوه على شيخ مفتي بالكسوة محمد مامو. هلا إذا كان في فتوى على قول وكان رجل ثقة وأفتى فبتصح الفتوى وبيحملها هو على مسؤوليته، لكن بده يبين شو وجهه الشرعي. ناخذ اتصال. ألو. ألو. ألو السلام عليكم سيد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جمعة مباركة. الله يبارك فيكم. يا هلا. الله يخليك يا رب، يخلينا يا شيخي. يحفظكم إلهي. الله يخليك شيخي. لو سمحت بس بدي أسألك، عندي سؤال. بابا توفى صار له 40 يوم متوفي. نعم. وماما هلأ بالعدة وأنا عندها، ما في معين غيري، أنا عندها أخواتي بالسفر. بس بدي أسألك شيخي، هلأ في كتير عم يقولوا لأنه ما بتقدري لا تطلعي ولا تفوتي أبدا، بس في شيء ضروري لدكتور عم تحسن تطلع وعم تغطي هي عن وشها، ما بيبين وشها، إنه بس إنه طلع الدكتور أسنان، طلع الدكتور شيء ضروري، وإذا عم تروح عم تطلع تروح يعني ضروري كمان عن بيت ستي، تيتا مرة كبيرة ومريضة، بس إنه شو تقلي دكتور، شو تقلي بس شيخي، إنه شو بتحسن تطلع، ما شو تعمل يعني إنه يعني كل لأسف. اللي ذكرتيهم هدول ضروري، يعني اما مريضه وكبيره وطلعت شق عليها وترجع ما في اشكال، بدها تطلع على الطبيب ما في اشكال، ما في حدا يجيب لها غرض مضطره بدها تطلع تشتري شغله بجوز، كله ضمن نطاق الضروره جاهز. وشيخي انه وشها يكون مغطى، يعني هي ما مبينه وشها تطلع، يعني هي الفكره عندنا انه الخروج للضروره يجوز، لغير الضروره لا يجوز. ناخذ اتصال. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. صباح الخير سيدنا الشيخ. صباح الانوار. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا على قناه سما، الله يديم الخير. شكرا. اللي ردت علي الله يديم الخير يا رب. الله يديمك. يا هلا. سؤال الله يكرمك. تفضل. الو. الو. تفضل حبيبي. اهلا وسهلا. ويعطيك العافيه. الله يكرمك. أنا كثير توفى من أخي تقريبا من شهر. إيه الله يرحمه ويرحم أمواته. تعيش تعيش. إيه عم نشوف كثير كثير أبي وأمي وأخوه وأبوه، أبوه متوفي كمان، عم نشوفه كثير بمنامي، يعني كل ليلة عم نشوفه تقريبا. إن شاء الله خير يا رب. الحالة إذا كانت جميلة إن شاء الله بتدل على حسن. والله حالة جميلة مو هي والله. إيه والله عم نشوفه. هذا حسن ختام إن شاء الله. هلا كل يومين ثلاثة بشوفه. هذا حسن ختام بإذن الله تمام. تعالى تمام. في سؤال غيره؟ لا لا تمام تمام. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. بناخذ اتصال. ألو. ألو.
ألو، أهلا وسهلا. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا إذا ممكن أنا بدي أسألك عن قصة، بس ياريت تجاوبني بعد ما أفكر. على رأسي تفضل. الله يخليك. هلا أنا شاركت شخص بمحل، اتفقنا أنا موله بالمال وهو يفتح المحل ويكون مسؤول فيه، لأنه أنا بهي الشغلة ما بعرف يعني. صارت فتحنا لمدة شهرين ودفعنا أجار المحل 6 شهور، صار في شوية مشاكل قررنا أنه نترك. قال لي برجع لك اللي حطيتيهم بس بقيم أجار شهرين. ليش؟ لأنه أنا شريك مضارب. نحن أول شيء اتفقنا أنه شراكة، ما حكينا أنه يعني اتفقنا شراكة، وأنا اللي فهمته منه أنه على الربح والخسارة. بس هو هلأ عم يقول لا أنت ممولة وأنا أنه بشغلي، أنا مالي علاقة بالخسارة، نحن بس على الربح. مع العلم أنه هو كان مثلا ياخد دفعة 50 أنا آخد 50، ياخد دفعة 100 أنا آخد 100، هيك كنا يعني. بس هلا في اجار شهرين خساره، يعني هو قال انا ما بحملهم انت بدك تحمليهم. لما دخلتوا واتفقتوا انه منه الشغل ومنك المال؟ ايه هيك اتفقنا. اذا اتفقتوا منه الشغل ومنك المال هي اسمها شركه مضاربه. ايوه. هو بيخسر فقط تعبه، بيخسر. أيوة. تعبه. طب اجار هدول الشهرين يعني انا لازم اخسره؟ اجار المحل. ايوه. ايه طبعا. ايوه فهمت عليك. طب هلا مثلا اذا انه اتفقنا او حكينا انه اذا اخذتهم منه بيكون في حرمانيه بالموضوع؟ ايه طبعا، الا اذا صار صلح بينك وبينه يعني وحبك حبيه يدفع، لا ما في اشكال. طيب. اما اذا بده الحكم الشرعي ما بده يعني ينفذه مثل ما هو، ما انت فقط، هو فقط بيخسر شغله وانت المال منك. ناخذ اتصال. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية شيخنا، الله يخليك. الله يعافيكم يا هلا. شيخنا أنا والدتي قاعدة بالعدة، والدي متوفي صار له شهر. نعم، الله يرحمه يا رب. الله يسلمك يا رب. ووالدتها مرضاني، فسألنا أنه قال معلش تطلع من البيت إذا بدها تزور والدتها المرضاني. إيه طبعا بتطلع بتزور والدتها وبترجع قبل المغرب. ترجع بالمغرب. طيب إذا نحن بالليلة الماضية بتنا عندهم، في مشكلة إذا بتنا عندهم؟ هلا بيتوتة ما بيجوز، المبيت ما بيجوز، لكن تطلع وترجع قبل المغرب يجوز. طيب هلا نحن نمنا امبارحة عندهم، في مشكلة؟ هلا هاي بتستغفروا الله وما بقى تعيدوها. تمام. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، نذهب إلى فاصل ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، عدنا لاتصالاتكم. قبل الاتصال أجيب على بعض الأسئلة الواردة من الفيسبوك. هل يجوز الصيام عن الميت؟ الشافعية قالوا إذا كان الميت فقير ومات عليه صيام يجوز الصيام عنه. بقية المذاهب لا، ما بيجوز الصيام، إنما يخرج عن الصيام عن الميت كفارة صيام، يعني بندفع كفارة صيام عنه. إذا الوحدة فطرت برمضان في عندها عذر وإجا رمضان وما قضت الصيام اللي عليها، كيف رح تكون طريقة قضاء؟ لازم تدفع كفارة والصيام ولا بس صيام؟ على المذهب الحنفي فقط صيام، على الفقد مذهب الحنفي تصوم بدون أن تدفع الكفارة. باخذ اتصال. الو. 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 الو، يعطيك العافية. الله يعافيك يا هلا وسهلا. شيخي ماما بالعدة وهلا نحن بحلب وضع زلزال وبيتهم طابق خامة، هي حاليا قاعدة عندي يعني اعتدت بالعدة عندي. نعم. هلا هذا من الضرورات التي تبيح المحظورات، يجوز لها أن تقضي عدتها عندكم، لأنه في وضع خطر على البناء وممكن يصيبها أذى، فيجوز ولا إشكال في ذلك. الله يفرج عن العباد والبلاد، وإن شاء الله الله هيك بيزيل الضر عن المتضررين في الزلزال، وبيآمن روعهم، بينزل السكينة عليهم وبيقاوي شريدهم يا رب. ناخذ اتصال. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخي بعد إذنك بس بدي أسألك سؤال. تفضل. شيخي أنا عندي محل وابني بيشتغل معي. ألو. معك حبيبي.
ايه وابني بيشتغل معي، بس ابني صار اهمال كثير منه بالمحل وعصبني، وحطيت ايدي على المصحف حلفت قلت وحياة المصحف الشريف ما عاد شغله معي، كررتها 3 مرات. تمام. وانا معي ديسك وابني يعني بيساعدني، كيف بدي رجعه شيخي ابدي اليمين؟ هذا كفارة يمين، لأنه النبي بيقول من حلف على يمين ووجد أن غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، في رواية فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. رجعه وكفر عن اليمين وأطعم 10 مساكين. باخذ اتصال. ألو. يعطيك العافية. السلام عليكم شيخي. وعليكم السلام، الله يعافيك. يا هلا. أنا بدي أسألك سؤالين شيخي الله يوفقك. تفضلي. أنا جوزي حلف يمين على جوالي إنه ما بيمسكه بإيده، حلف يمين بالحرام إنه ما بيمسكه. شو اللفظ شو قال؟ نعم؟ شو اللفظ اللي قاله؟ قال علي الحرام ما عاد أمسك الجوال بإيدي. وهو قصده الطلاق؟ لا، بس إنه كان مقهور من ابنه هيك وحلف يمين إنه ما عاد يمسكه بإيده، راح على شيخين ما فادوا له إياه. إذا ما قصده الطلاق كفارة يمين إطعام 10 مساكين. السؤال الثاني. السؤال الثاني، نحن جوزي ما عمل عرس يوم الجواز، سؤال نذرا علي اذا اجاني صبي لاعمل مولد لهالصبي، وحالتنا شوي تعبانه وما لهلا صار عمره 11 سنه وما عمل له مولد. هلا المولد بيقدر يعمله بشكل بسيط، يعني في هيك بيجيب له منشدين وبيقنجده شوي لأنه شيخي ما في كهرباء، على وقت قوي صوتك شوي. عم اقول انه المولد بسيط، ممكن يجيب منشدين هيك ويقرأوا له شوي ويأنجدوا، يكون 4-5 أشخاص وبيتحقق النذر ان شاء الله. يعني بصير هيك انه مولد عن قريبه. عن قريبه بيمشي الحال. شكرا لك شيخنا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ناخذ اتصال. الو. الو مرحبا شيخ. اهلا وسهلا. يعطيك العافيه. الله يعافيكم. بس بدي اسالك، اخي معه وسواس قهري من زمان يعني، فهلا الوسواس معه على الطلاق، يعني دائما كل ما بده مرته مثلا تعمل شغله بيقول اذا عملتي هيك انت طالق، اذا عملتي هيك انت طالق، وبروحه بيفتيها كل مره، فصاروا اكثر من مره بضلوا بيفتوا له اياها، بعدين الشيخه ما عاد قالوا له ما عاد نقدر انه نجي نستقبلك اكثر من مره، فهو معه وسواس مو بايده، يعني اذا لو ما قال انت طالق من جواته ومخه بضل بفكر انه انا عم اقول انت طالق، فهل بيوقع يعني هذا الشيء ولا اذا معه مرض ما بيوقع؟ هلا اذا تفكير وكذا ما بيوقع، لكن هو هذا مرض. اي ادخلوا على صفحتي على الفيسبوك، في علاج للوسواس القهري من الأدعية والأوراد وكذا، وإن شاء الله الله يكيب يزيل عنه الضر وبيبعد الأذى عن المتأذين وبيبعد الوسواس وبيبعد الآلام وبيفرج عن العباد والبلاد. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، مع هذا الاتصال الأخير أترككم بعون الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم دائما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.